عايز اخد من كلامك من خلال الاحصائيات وخاصه الجهه اليسرى. الجهه اليسرى يمكن كان في بعض الكلام، علي معلول لما بيغيب بيكون ايمن اشرف وأداها بشكل اكتر من رائع في كاس العالم للانديه. محمود وحيد بقى له فتره ما بيلعبش، وكان كل الناس مستنيه طب هنشوف محمود وحيد من خلال الارقام والاحصائيات وعدد الكروسات والشكل التكتيك اللي ظهر بيه بشكل في اعتقادي عمل مباراه جيده، يعني مباراه مش هقول لك سوبر لكن مباراه جيده نتيجه ان هو غايب بقاله كتير جدا وبيلعب مكان علي معلول، فالمقارنات على طول ما بين علي معلول. رايك ايه في محمود وحيد؟ خليني ابدا لحضرتك رب رقم مهم جدا لمحمود وحيد امبارح. محمود وحيد حاول يعمل 5 مراوغات في مباراه، حاول عمل 5، بيحاول ان هو يعدي من 5 لعيبه، نجح في كام واحده؟ نجح في 4. نهاية. في 4 يعني نسبته عدت 90%، وبالتالي محمود وحيد بنتكلم تمريرات صحيحه 62 من 79، مراوغه صحيحه 3 من 4 زي ما قلت، هو بس واحده بس وقعت منه. وبنتكلم الالتحامات الهوائيه، محمود وحيد هذا اللاعب القصير قدام عمالقه لعيبه المريخ خد 2 من 4. وبقى رقم مهم جدا لاي فول باك ان انت بتضغط على المنافس، ضغط على المنافس 6 مرات، في 6 مرات دول خد منهم الكوره 5 مرات، يعني بمعنى تاني انت بتتكلم طبعاً افسد الهجمه على المنافس 5 مرات، ودي ارقام بالنسبه لنا كابتن هاني للاعب غاب كل الفتره دي وبيلعب كمان مع علي معلول، واكيد هو عارف ان في مقارنات كتيره. دي بالنسبه لي بصراحه ورقم 99 برضه عشان الناس تبص، يعني انت عارف كان في وقت اضافي كبير جدا اتضاف للفرقه، كان في عندهم لعيب اتصاب يمكن قعد اكتر من 6 والحكم كمان بعد الاخر لما جاله شد، يعني جاله شد يعني مسخن كويس بالظبط. لا فدي ارقام تدل ان كمان يعني برضه نفهم الناس ان ده كمان على مستوى التدريبي، ان الجهاز الفني مش مهتم بس باللعيبه اللي بتلعب ال11، لا كمان على مستوى تاهيل هنقول البديل، لا طبعا ظهر بشكل كويس وما لعبش ماتشات كتير الفتره اللي فاتت، لكن واضح انه كمان كان على مستوى التكتيك ماشي بشكل كويس، على مستوى زي ما انت قلت المراوغات، على مستوى الكرات العاليه، الالتحامات، الكروسات. فمحمود وحيد بيطمنك لا احنا كمان لا يعني عندنا بديل كويس قوي لعلي معلول، حتى لو ايمن اشرف بيلعب سيرد باك خلاص محمود وحيد اعتقد بديل مناسب لعلي معلول. وده يبين لنا ان بيتسو موسيماني ترينر بالظبط بشكل ممتاز جدا حتى عن كوتش،